بنعود لحضراتكم مرة أخرى عشان نطلع للصناعة رجعنا للدولار، عشان نطلع لأي تنمية رجعنا لأزمة الدولار. دكتور أحمد غنيم، هل وجدت أي رؤية موضوعية بحلول وقتية قابلة للتطبيق في هذه الدراسة لحل أزمة العملة الصعبة؟ هو الحقيقة في مجموعة من الأفكار المطروحة، ولكن تاني زي ما هرجع أقول إن مفيش بعد زمن. يمكن الحاجة اللي في الأجل القصير جدا اللي هي طرحت، ودي عليها جدال مجتمعي، فكرة توريق إيرادات الدولارية القادمة. أما الأفكار التانية فمالهاش بعد زمن، يعني لما يتقال شركة للتصدير العقار أو شركة لترويج الاستثمارات مفيش بعد، مفيش يعني شركة لجذب الاستثمارات أو ترويج الاستثمار، ما ده دور الهيئة العامة للاستثمار أو وزارة الاستثمار، ده هيبقى فيه وزارة الاستثمار. فالأمور عندي ما كانش فيها بعد زمني واضح لحل مشكلة الدولار. وخلينا برضو عشان ما نثقلش على الحكومة، حل مشكلة الدولار ما فيش ساحر هيقول لحضرتك أنا هجيب دولار بكرة. صح. وأي قرار، أي قرار هيؤخذ لحل مشكلة الدولار سيكون له كلفة اقتصادية واجتماعية. خلينا نكون صراحة، الاقتصاد بشكل عام علم بيقول ان مفيش حاجة ببلاش، وبالتالي حل مشكلة الدولار في الأجل القصير لازم هتتم من خلال تخفيض او تغيير قيمة الجنيه. ما انا مش عايز اقول تعويم لان هذا خطأ ومش هنخش فيها، ولازم هيكون من خلال استدانة. الفكرة بتاعة حل مشكلة الدولار تترتب على لو وفرت الموارد الدولارية الآن، ودي ممكن تتوفر لو تتم التوفيق زي ما حضرتك أشرت في الفقرة الأولى، توفيق جزء من البعثة اللي موجودة في واشنطن. لكن هو أنا بقى هسدد هذه الكلفة سواء كانت من قروض أو من تغيير قيمة الجنيه إزاي، وإيه الأثار الاجتماعية اللي ممكن أتعامل معها بدون ما أثقل على الطبقة المتوسطة والفقير.